مرحبا بك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو، ومرحبا بك في قناة مجتمع دواءك. في هذا الفيديو سوف أكون جد سعيد بأن أقدم لك دواعي استعمال أقراص الريتالين. قبل أن أبدأ في هذا الشرح، أدعوك للإشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد، وأيضا لا تنسى الضغط على زر لايك لهذا الفيديو لكي تدعمني. حسنا، بالنسبة لدواعي استعمال أقراص الريتالين، تحتوي أقراص الريتالين على عنصر الهيدروكليد، ويندرج تحت قائمة المواد المنشطة، حيث يعالج الاضطرابات الناتجة عن قلة الانتباه وزيادة النشاط عند الأطفال. فهو عند تناوله يصبح الطفل مفرط الحركة أقل نشاطا، لما يحتوي هذا الدواء على مواد كيميائية تساعد المخ على التحكم في انتباه والسلوك، ويتاح منه أقراص دوائية يمكن إعطاؤها للأطفال من أجل السيطرة على سلوكهم. بالنسبة لما هي استعمالات أقراص الريتالين، يعمل الريتالين على خفض الاضطرابات الناتجة عن زيادة النشاط وقلة الانتباه. يعالج الأطفال من الجانب النفسي والسلوكي، ويجب استشارة أخصائي اضطرابات السلوك عند الأطفال، ولا يجب تناوله في مرحلة البلوغ. لا يمكن تناوله في حالات الاضطراب الذهني، أيضا عند الإصابة بالهلاوس وأفكار الغريبة التي ليس لها أساس في الوجود. أما بالنسبة لكيف يمكن تناول أقراص الريتالين، يمكن تناول أقراص الريتالين من مرتين إلى 3 مرات في اليوم، حتى يمكن أخذ جرعة منه في وجبة الإفطار وأخرى في وجبة الغداء. وهناك بعض الأطفال يمكن إعطائهم جرعة منه في الليل مع اتباع التعليمات الخاصة بذلك الطبيب المعالج. لا يفضل تناول في الساعات الأخيرة من الليل حتى لا يتسبب ذلك في صعوبة النوم. يجب أخذ أقراص الريتالين مع المياه، في حيث يمكن أخذها مع أو بدون أكل. يمكن تقسيم تلك الأقراص إلى قطع وإعطائها للأطفال التي يصعب عليهم ابتلاعها. لا داعي للقلق، إنني سأخذ الجرعة المطلوبة منه وتناول جرعة أخرى بنفس المقدار وليس بالضعف. أما بالنسبة لموانع استعمال أقراص الريتالين، يمنع إعطاؤه للأطفال أقل من سن 6 سنوات، يمنع تناوله من قبل الأشخاص الذين تناولوا مضادات اكتئاب أو انتحار لمدة 14 يوم سابقة. يمنع تناوله عند الأشخاص المصابين بمرض الهوس. أيضا يمنع بالنسبة للإصابة باضطراب ثنائي القطب. يجب الامتناع عن استعماله للأشخاص المصابين بالاضطراب الذهاني والتوهم بالأفكار الشاذة والأصوات الغريبة. يمنع من استخدامه للأشخاص المصابين بمرض انفصام الشخصية. يمنع من تناوله بالنسبة لمرضى الضغط الدم العالي. يمنع عن الأشخاص المصابين باضطراب ضربات القلب والعية الدموية. وأيضا بالنسبة للإصابة بزيادة النشاط الغدة الدرقية. حدود حساسية فور تناوله، ولذا يجب التواصل مع الطبيب من أجل إيقافه. ما هي الآثار الجانبية لأقراص الريتالين؟ يمكن أن تؤثر أقراص الريتالين على بعض الأفراد، وذلك بظهور آثار جانبية عليهم بعد تناول الدواء، وهي تتمثل في صعوبة في النوم والشعور بالقلق، الشعور بالصداع، قلة تناول الطعام، نقص وزن الجسم، زيادة معدل ضربات القلب، الإصابة بالاكتئاب والانفعال، أيضا الشعور بالنعاس، والإصابة باضطرابات في الحركة، الشعور بآلام في البطن، الإصابة بالتقيؤ والإسهال، وأيضا الإصابة بالصلع وألم في المفاصل. بالنسبة للآثار الجانبية الغير مألوفة، الإصابة باضطرابات دهانية وهلوسة، الشعور بآلام في الصدر، الإصابة بتشوش في الرؤية، الإصابة بالإمساك، وأيضا الشعور بضيق التنفس والتعب، والإصابة باضطراب الشخصية. أما بالنسبة لبعض الآثار الجانبية النادرة، الإصابة بالبرودة في اليدين والقدمين، حدوث اضطرابات في عدد خلايا الدم، الإصابة بمشاكل في الكبد، الإصابة بإصفرار الجدوى وقلة الشهية، الإصابة بالتهاب الشرايين بالمخ، وأيضا الإصابة بالغثيان. بالنسبة للأضرار الناتجة عن استعمال الريتالين، ينصح الأطباء بضرورة تناول أقراص الريتالين بصفة مؤقتة وبمعدل محدود، وأنه قد يؤدي كثرة تناوله لمدة زمنية طويلة إلى مخاطر جسمية خطيرة، حيث ينتج عنه ارتفاع في ضغط الدم وزيادة النبضات والإصابة بالأزمات القلبية، ويجب إيقافه بمجرد حدوث أضرار عن طريق استخدامه، والذهاب إلى الطبيب لاستشارته في هذا الأمر، وحتى لا تتفاقم المشكلة وتصبح هناك خطورة على صحة المريض إذا استمر في تناوله. نحب أن ننوه أنه كافة المعلومات المرتبطة بالأدوية والخلطات والوصفات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. فيما يلي كان دواء استعمال الريتالين، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على زر لايك، وأيضا أن تشترك في القناة مجتمع دواءك لكي يصلك كل جديد حول الأدوية. شفاكم الله.